النهارده عندنا تحدي تشكيلة ريال مدريد التاريخية ضد تشكيلة برشلونة التاريخية. وكما ان انا مدريد يا جماعة فهاخد اكيد ريال مدريد وجبتلكوا واحد برشلونة انتوا بتحبوه اهو هو ده. احتفل زي باشا، احتفل زي باشا من قبل ما نبدأ اصلا. هياخد هو يا جماعة تشكيلة برشلونة وهنلعب ماتشات ونشوف بقى مين اللي هيعرف يتألق اكتر. يلا. فبالنسبة لحارس المرمى يا جماعة هناخد إيكر كاسياس، هو أعظم حارس في تاريخ ريال مدريد وأعلى نسخة ليه في اللعبة حاليا هي نسخة الـ 92 الثاندر ستراك. هناخده نحطه بقى في الحراسة عشان يعني ربنا يستر من الهجوم اللي هيبقى قدامنا. أما يا جماعة عن الحارس التاريخي لبرشلونة، المفروض إن هو كان يبقى فيكتور فالديز، ولكن فيكتور فالديز مش موجود للأسف في إف 24. فعندنا تير شتيجن وللأسف برضه ملوش كروت جامدة، مع إن الراجل متألق بسم الله ما شاء الله وخسر برشلونة. لا ما خسرش برشلونة بصراحة بس بهزر يعني. بس يا جماعة تير شتيجن نسخة الـ 90 هتعلم على كاسياس نسخة الـ 92، مع إني شخصيا بحب كاسياس والله، بس تير شتيجن معانا. بالنسبة يا جماعة قلبين الدفاع، أول بني آدم معانا هو سيرجيو راموس، أكيد ما ينفعش يطلع من تشكيلة الريال التاريخية، ده أول واحد. وناخد جنبه الأخ إيه، بيبي، ملك اللعب المالي النظيف والكرة والروح الرياضية، والروح الرياضية في أرض الميدان. وأنا هنا يا جماعة أشجب وأعترض على العنصرية اللي إف سي بتعملها لعيبة برشلونة. عندك بيول ده قائد الـ 6-2 وقائد الـ 5-0 والنتائج الجميلة والسداسية والثلاثية، ولكن أعلى كارت نزل يا جماعة لكارلوس بيول الـ 90 ريت، فهيدخل معانا في قلب التشكيلة. أما يا جماعة قلب الدفاع التاني فهو لاعب تاريخي لبرشلونة، لكن مسيرته كمدرب هي التاريخ بتاعه ده كله، وهو رونالد كومان. والحمد لله دفعنا كده يعني ثغرات بس يا عم بولتكس. بص يا جماعه بالنسبه للرايت باك كان المفروض ناخد الاخ كارفخال، ولكن اعلى نسخه ليه بصراحه في اللي هي التوتسع دي مش مالت، لا دي ما تلعبش الحقيقه، فهناخد الاخ لوكاس فاسكيز ونبقى ناخد احنا كارفخال على الدكه. انا بنشوف بعدين ده حلو ده. يعني انت هتجيب تشكيله تاريخيه ولا هتجيب لعيبه كويسه؟ فاسكيز دخل التاريخ بعد اخر ابطال ده. ماشي. والرايت باك يا جماعه اللي معانا النهارده هو الليفت باك اللي مبهدلنا في الحقيقه، هو كانسيلو، اللاعب اللي جوارديولا طرده من مانشستر سيتي، ولكن احنا في برشلونه استقبلناه واستقبلنا معاه كل خسائرنا السنه دي الحمد لله، خرجنا من الدوري ومن الشامبيونز ليج. هو لاعب جميل ورائع وحلو وكل حاجه، عنده بعض المشاكل الفنيه ان شاء الله ما تظهرش في ماتشات النهارده. نخش احنا بقى على الليفت باك يا اخواننا، هناخد اكيد مين؟ روبرتو كارلوس، لان ده هو يعني انقح واحد بصراحه بقى لعب في ريال مدريد في المركز ده. لو كان مارسيلو موجود في اللعبه كنت اخدته، بس ده يعني مؤقتا كده عقبال ما يبقوا ينزلوه قدام ولا حاجه. بالنسبه يا جماعه للليفت باك عندي، فيعني انا مضطر احط جوردي البا، فانا مش عارف بولتكس بيعمل فيها كده ليه بصراحه. انا طقم الدفاع ده يعني فاهم طقم حمامات حرفيا وايدي بايظه، فانا اي نتائج هتحصل النهارده انا مش مسؤول عنها بصراحه. بالنسبه يا جماعه اول خط نص هناخد زين الدين زيدان، الحقيقه يعني طبعا رقم 15 اللي تحت على اليمين ده الرقم اللي هو كان بيلبسه في الملعب عشان نبقى في الصوره. ماشي ماشي. طيب هتجيب لي زيدان يا باشا، هجيب لك يا باشا سيرجيو بوسكيتس. طبعا يعني بغض النظر عن طاقات اللعيبه دي يا جماعه في اف 24، اللي حضر سيرجيو بوسكيتس عارف ان هو ليس له اي علاقه بالكروت اللي موجوده هنا دي اطلاقا يعني، بس هو ان شاء الله يكون لاعب كويس معانا في الملعب. السي ام اليمين هنرمي مين يا جماعه؟ هنرمي الاخ توني كروس ال 94 دي انقح نسخه، نبص على الكاشات ب 2 مليون يا فندم. طبعا رقم 20 برده اللي تحت يمين ده هو كان بيلبسه في ارض الميدان برده. ماشي ماشي ماشي. عشان هتجيب لي المانيا يا باشا، هجيب لك المانيا يا باشا، هجيب لي الماني، هجيب لك الماني، هجيب لك يا باشا جندوجان. احنا اقل في فرق كام شامبيونز ليج عادي ما فيهاش اي حاجه، ايه المشكله؟ جندوجان كسبان واحد شامبيونز ليج، انت كسبان سته، لا بنعتمد لا اسم ولا سن. يلا يا باشا هنقوم مقفلين له احنا بقى يا اخواننا خط النص. ماشي نجيب له مودريتش 93، لان ال 96 مش حلو، 93 رقم اشيك ونديله بقى نسيب له ثغره ها في نص الملعب كده اهو، ثانيه كده نحطه له في النص عشان نسيب له حته يعدي منها بس شفقه كده. طبعا يا جماعه هو قفل نص ملعبه، انا بقى اقفل نص ملعبي بايكون لاعب، ولكن هو ليس ايكون كمدرب بصراحه حديث التدريب يعني، شافي هرنانديز، وافتكروا الاسم ده في الملعب. نخش بقى على ايه الفقره المفضله عندي، هو خط الهجوم. اول بني ادم معانا ار 9 ال 94 ماشي، النسخه البيزل عادي، ولكن بتقول له كده بقت كده يا باشا، وهتفضل كده من هنا ورايح بقى. واحنا على فكره بقى، على فكره انا هحطه عندي في الاحتياط عشان هو لعب لبرشلونه عادي جدا قبل ما يلعب لمدريد. لا ده خاين ده اصلا، مفيش كده الكلام ده. لا تاريخنا يا باشا قبل تاريخكم يا باشا. طب اتفضل حط اللاعب. طيب حاجه هتحط لي لاعب برازيلي؟ احط لك يا باشا لاعب برازيلي يا باشا، والاثنين كاسبين كاس عالم يا باشا، رونالدينيو اعظم ليفت وينج في تاريخ المجره الكوكبيه اللي احنا فيها. انا الحقيقه لقيت الاخ كاكا ده يا جماعه بيلعب سترايكر، ليه نسخه كده 93 ماشي، عامله باين نص مليون، نقدر ان احنا ندخله التشكيله ماشي، لان احنا مفيش خيارات ثانيه. هنحط مين قدام غير الاخ ده؟ بيل وبنزيما مثلا.
كاكا كويس يعني. طبعا يا صديقي في الهجوم عندنا خيارات اوبشنز كتير، ولكن كان يعني لما بصيت كده لقيت ان كرويف من اللعيبه التاريخيه اللي لعبت في برشلونه وكان مدرب عظيم معاهم، بعد كده لقيت له ثلاث نسخ، فيعني قررت ان انا اوفر واجيب اغلى نسخه. ليه بقى يا صديقي؟ علشان ببساطه ماني كان باي ايفرثينج ماي فريند. اخر بني ادم معانا يا جماعه في خط الهجوم، لسه في دكه على فكره، بس اخر بني ادم هو الاخ كريستيانو رونالدو، للاسف برضه كنوع من الشفقه هجيب نسخه ال91، بس مش هجيب لك التوتس، هجيب لك ال91 عشان يبقى فيه ثغره في الهجوم كده تحاول تدافع ولا حاجه يعني. انت صعبان عليا، علشان للاسف 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 ما لقيتش نسخه اغلى من بتاعه التوتس بتاعه ميسي اللي هي ب 3.5 مليون، بس ما لقيتش نسخه اغلى، فهضطر اجيب ميسي وتقريبا معايا 7 8 مليون بره مش عارف عن بيهم ايه، فخلاص انت شكلتي خلصت. بالنسبه لدكتنا يا جماعه عندنا كارفخال، روديجير، كانافارو، ماكيليلي، بلينجهام، بنزيما، وكيليان امبابي لانه هو لسه منتقل للريال، ونقدر ان احنا نحطه على التشكيله. هذا استعباط. لا 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 يا فندم، لا يا فندم، لا انت شفت العقل بتاعه. طب يا جماعه استعباط باستعباط يا باشا، استعباط باستعباط. عندي يا باشا اول لاعب يدخل عندي في الدكه هو رونالدو الظاهره. اعترض. لا تعترض مع نفسك هناك يا حبيبي، اعترض هناك. تاني لاعب يدخل معانا الرائد الستة اتنين اللي انا هفكرك بيها كل شويه، اللاعب تيري هنري. عندنا ديمبلي الخائن الفاجر الجاحد، ولكن اللاعب بخمسة مليون فهو فاجر وكل حاجه، برضه يدخل معانا تشكيل عادي جدا. بعد كده روبرت ليفاندوكس، بعد كده لعيبه اسمها وان اونا باتلي وبرونز، الاثنين دول على فكره كسبوا الشامبيونز ليج السنه دي، يعني برشلونه ما بتجيبش، قلنا اسبانيا ما بتجيبش غير رجاله ما عدا ريال مدريد، ما علينا. وعندنا بالدي اللاعب الصاعد الواعد اللي اختفى الموسم ده ولكن هيرجع الموسم القادم ان شاء الله، ولا بنعتمد لا اسم ولا سن، وانا هشيلك بالراحه. انا راضي ذمتك عايزين مشاهد. كمل انت الفيديو احكم في الاخر بقى مين الشايل الثاني بالراحه. ماشي طبعا طبعا. شغال شغال شغال. حلو يا جماعه انت ايه ده؟ ميسي 97؟ ايه ده؟ عايز فين؟ انت عايز ايه دلوقتي؟ انت عايز ايه؟ شفت صعب الدفاع؟ اوه ده احنا محتاجين نركز. تلاش والله، انا بالدفاع اللي عندي ده انت تعمل اللي انت عايزه. ايه ده ثانيه، هو مبابي بيعمل ايه؟ ايه؟ هو مبابي بيعمل ايه؟ انت سمعتني؟ مبابي مين؟ يا عيل يا لا مؤاخذه، انت لا مؤاخذه يا انا؟ يا جماعه شايفين هو بيغش اهو، من قبل ما يبدا هو بيغش. فين يا عم الغش؟ هو اي حاجه بتتقال؟ ما انت يا ابني مبابي ده يا ابني ايه ده؟ ده بقى لعيب تاريخي دلوقتي في ريال مدريد. ما هو انتقل وهيبقى تاريخي ان شاء الله. يا ابني افرض ما انت خالش. حلوه دي قوي، دي سيئه جدا. لا 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 والله والله يا نهار ابيض يا نهار ابيض. ايه بس يا عم بقى مالك مزنوق بقى؟ بس حلو، شفت الكعب الهق ده؟ شفت الكعب الهق الحلو ده؟ ده انا افشخك. مين؟ رونالدينيو وزيزو يا ابني. عجبنا انا، عجبنا انا تقليب الملعب ده. ايوه يا دي النيلة ولا راح ده؟ جيب لي امبابي، جيب لي امبابي، جيب لي امبابي بجد. اوه اوه لا 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 حبيبي، طرد ان شاء الله، طرد ان شاء الله عشان هذا اللاعب يستحق. اديله في خاده، اديله في خاده. خلاص بقى ما تغطيتش. بص يا باشا، ايه يا كان، ايه يا كانسيلو ده كلام؟ اه ده كلام عادي عادي. اهي يا كانسيلو، شفت الكلام ده؟ كانسيلو بيرجع يشتكي بقى كامل لعب الموظفين. انا احنا نور عينينا الموظفين. اخلص. لا لا لا، ادخل ادخل يا جوجو. يا فاشل يا فاشل، انا سبت الدراع قلت خلاص بقى ما هي دخلت. يا فاشل، ده انت تصدق تصدق اقسم بالله ده انا هعاقبك على الكوره دي. بولتكس انا اقول لك على حاجه يا بولتكس، كلام بجد تمام، انا هلعب كاني بلعب ماتش رانك، ما تزعلش من اللعب ده يا بولتكس بقى. حاضر. تزعلش يا بولتكس من اللعبه دي يا بولتكس، تزعلش يا بولتكس من اللعبه دي يا بولتكس يا حاضر والله يعني. والله العظيم ثلاثه هعمل لك فيديو افشخ 11 مدافعين في اللعبه واقفهم لك. ده انت عيل ماشي جايب لي عيط لي بويول. اخس اخس والله اخس. وحد قال له يبقى من التاريخ؟ انا مالي انا. طيب يعني شباب تمركز اللعيبه عندي بسم الله ما شاء الله حاجه كده، ايه تفاح والله. لا 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 مش للدرجه دي يعني، مش للدرجه دي يعني. اوقف 16 واحد ورا. مش عارف يا جماعه اعمل ايه، حاسس بريموند يعني، حاسس يا جماعه. طب هو اللعيب ده ايه ظروفه؟ ماشي كده احنا لبسنا واحد. لا وات ار يو داز او ماي جاد. بليز بليز ماشي. حلوه قوي يا جندو، حلوه قوي 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 يا جندو. ان شاء الله يا جماعه 4 2 الريمونتادا قادمه، بس ما تدخلش فينا جوان ثانيه. لو دخلت فينا جوان ثانيه الريمونتادا هتبقى صعبه شويه. انا خدت كوره ياض صيد. طيب ايه اللي بقى بيحصل ده بقى؟
انا كده ايه اللي عملته بيحصل بقى؟ احنا بنفرد بصورة غريبة. I love this game. ايوه يا نهار ابيض، يا سافل يا فجر يا منحل يا واطي يا ميسي، حطها في السوكه. احتفل يا ابني لا لا انا ما احتفلش، بس لما نجيب الخامس انا احتفل. زبش لما ايه؟ حلو قوي. كانسلو بيقول لك ان هو بيرفع. حلو بيرفع. ايوه تحريكة حارس. سلام سلام سلام. ليه يا ابن اللذين؟ تلحق تشتغل. خلاص مشيها. اخر كورنر اخر كورنر اخر كورنر. هتبقى شوط اضافي. اخر كورنر. ماشي يا جماعه اخر كورنر. تركيز. اخر كورنر يا جماعه. عجبني ان انت بتحاول عشان ايه ده؟ ايه ده بقى اللي في الملعب ده؟ مين ده يا نجم؟ انا خاين انا خاين يا نجم يا ابن اللذينه. حلو. انا ما اعرفش. لا طوح. هيشوط. اوه يا جندوجان حرام عليك يا جدع. في واحد مات عندي في الملعب. في واحد مات والله. يا نهار ابيض. بالسلامه والقلب دعيلك. واحد بالسلامه والقلب دعيلك. احنا نزلك الحاسم الكلاسيكو بقى. الحاسم بقى تاريخيا خالص، فاهم؟ مين بقى؟ رونالدو. هو في غيره يا باشا؟ فاول فاول. اقسم برب العزه ده انت حكم، ده انت حكم. والله ما يعني انا مش هعلق والله. هتجيبها من عندك روبرتو كارلوس. ماشي يا جماعه روبرتو كارلوس. سيب بقى سيب 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 سيب. ابعد يلا يا جدعان. التركيز. روبرتو كارلوس اتقدم بيحطها كده اهو. بجد والله العظيم. الحمد لله. انت شفت انها خبطت في اللعيب؟ انا بس عايز اعرف يا جماعه ايه اللي حصل في جول روبرتو كارلوس. هو شاط الكره من هنا راحت رشقت في دماغ بويول وعدت الخط. الله الله على طاقم الدفاع. دي يا جماعه الطريقه اللي بيكسب بيها بولتكس الماتشات كلها. لا يا جماعه الناس اللي بتتفرجوا عليهم. الناس اللي بتتفرجوا عليهم فعلا. بس يلا يا جماعه عشان اول ماتش. انت عارف المشكله فين؟ انت عارف المشكله فين؟ المشكله ان انا كنت عايز الماتش يبقى متوازن، فجالي انفرادين لميسي قعدت اهزر والعب فيه. بس ده دي المشكله. اظن الرساله اصلا. انا رجل افعال بس. يا جماعه هنا طبعا احنا عرفنا النص الملعب بتاعه بيعمل حاجات غريبه. هيقطم هيبص عشان موظفين دلوقتي. لا 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 ما بيحصلش الكلام ده يا حبيبي. في يعني ده لعيب، ده لعيب ميت. احترم حرمه الميت. مش معقول. مش اسلوب نينجا. اوه طب ايه ده بقى ده؟ انا مرمي. بص دي شفت اتعلمتها النهارده بجد والله. بص بص بص. كرويف كرويف. اوه ماي جاد. اوه لا لا شت شت شت. اوه لا لا سينيوري كاسكيليادي لابويت داله على دماغه. ميسي بيعلم التشكيله التاريخيه لريال مدريد كره القدم من جديد. شوط اول يا جماعه. سيطره بشرويه لانك يا صديقي احتفلت. لا 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 نقسم بقى الشوط الثاني. ماذا نفعل بحق السماء؟ نجيب الكوره. ده انسب حاجه بحق السماء. اوه لا لا يا جدعان الماتش ده. لا 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 ده ماتش جليتش. لا 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 ده انت عشان يبدا الماتش الاولاني يبدا كنت داخل جوان غريبه. انت كرويف يا جماعه كرويف جاي على بخساره والله. حلو قوي كده. الحارس راح مشوار يعني. ايوه لا 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 اوه ييه. انت بتقسم الجمله ليه يا شاي؟ هتجري يعني. سلام سلام. لا طبعا هتباصي اكيد. لا يا حكم اشمعنى انت بتعمل الزمانه بتاعتي ما اتعملتش؟ ولا ده اشمعنى انت بتعمل بتاعتي ما اتعملتش؟ ايه ده نزار شرف يا جماعه ولا ايه يا جماعه؟ لا يا باشا انا مش بتاع الكلام ده يا باشا. انا بمهد للهجمه الاخيره اللي هتيجي اللي هي يا راجل. والله بجد مش بهزر. خد بس خد 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 خلاص. هي خلصت كده 3-2 يا باشا. خالك جد باشا لسوعتك الماتش ده. انا مش لا ارفض ان اتكلم. طبعا طبعا. يا ابن اللعيبة. احمر 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 احمر. كومان يا الله يا ستار يا ولي الصابرين. احمر احمر يا عم. اتاكد بنفسي. لا لا ما انا بغيره دلوقتي. لبس احمر. لا اله الا الله لا اله الا الله. اطلع لي مين بقى؟ اطلع لك حاجه اقول لك. لا لا قول لي عايز اعرف انهي مركز اللي فاضي. ماكش دعوه. انت شايف تفتكر الملعب ايه؟ الملعب يا حبيبي. نو فوكن واي. او شيت. يا نهار ابيض على جمال الجون وحلاوه الجون وترقيصه ميسي. الهق عزيزي المواطن. 1-0. واضح يا جماعه ان اللي بيطرد في الماتش في اللقاءات بتاعتنا هو اللي بيبقى متقدم. انا بكره ميسي قوي يا كابتن. لا
بص هنا الحنك اقسم بالله. بقول لك ايه 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 هدخلك الشوط الثاني ندمان على اللي انت بتاع احتفظ يا باشا يا صديقي. انت فاكرني يا لهاوي يا لهاوي في النص يا لهاوي ساذج يا قهوه يا متوحد انت يا يوتيوبر يا جدعان نص الملعب. حلوه دي حلو امسك حلو السويتشات راحت مني خالص. بص طبعا هو عايز يودي هناك بس فوق تتباصي على فكره لفوق. ها انت روبرتو كارلوس ده لا في جليتش يلا في جليتش اركن بقى في حد لعيب ركع اللي ماسك الدراع يا باشا ماسك دراع ايه انت هو دي جون طبيعيه تدخلها دي لا واحد صاحبي لسه معلمها. انت لذيذ قوي خد بالك انا ما عملتلكش تبديلات انا عملت تبديلات انت هتزعل متاكد جو ميسي توتس يعني هنقول ايه طيب طب انا هعمل ايه ميسي توتس اي لاف ذيس جيم يلا يا رجاله سايد يلا بقى نكسب بقى ولا ده كريس هو الاكسترا تايم ايه ده فاضي دقيقه بص رجعها لي لا رجعها لي والله وراها رجعها لي ها عارف ليه علشان انا مش شايف مستوى فهسجل في نفسي عشان انا مش لا لا عشان لا لا انا والله مش شايف في نفسي مستوى لا لا. انت عارف بقى الانيل انت عارف الانيل ان انت مش هتلحق تسجل في نفسك جون انت متخيل انا عملت ايه انا عملت فيك ايه لا انا انت متخيل انا متحكم في الماتش ازاي اي لاف ذيس جيم انه يهينوني لا يا جماعه انا مش قابل طب انت هات نفسك جون هات نفسك جون لو انت مش يا عم مش قابل ايوه كده يا باشا كرامتي كاريزمتي ما تسمحش ايش يا اخويا لا 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 دوست والله دوست صادق بص ده ديمبلي ده هو ده معقول يا حلو يا جميل تعالى بقى هذه فورتيكا ده مين ثانيه واحده اللي جاب الجون جوردي البا طب اقسم بالله عيب والله العظيم جوردي البا 81 شوتينج ده انا اختي الصغيره بشوط احسن منه انا عيد الماتش ده مفيش الكلام ده الماتش ده اتسجل الماتش ده لو ما نزلش انا هاخده عندي الفيديو الجاي بس تعمل ايه لا لا ولا لا بتعمل ايه يا جماعه انا زرعت في الخوف مش قادر يشوط على الجون فاضي مش قادر عايز انا كنت عايز اشبشب بس قلت اما يعني 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 لعبت في رجولته يا جدعان ايوه حكم امسك الواد خلاص يا باشا هي مش جايه يا باشا هي مش جايه يا باشا اوكي انا خايف مش عارف ليه بس خايف لا الماتش ده في حاجه هستغل الرجول دكر شوت جدعان لا 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 الماتش ده سكريبت اقسم لا انا كسبان اهو انا بقول الماتش ده سكريبت الماتش ده لو اتعاد مليون مره انا هكسب فيه مش هياخد الكره معاه يا نهار ابيض اعتقد يا جماعه كده عرفنا مين تشكيلته التاريخيه اقوى واعنف عزيزي بولتكس احتفظ زي باشا لو حابب تتألق مثلما لم نتألق النهارده اضغط على الفيديو اللي هو اهو انا خلاص كده